الو بتتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اهلا بحضرتك. انا تحت امرك. ده انت على راسي. الله يرضيك يا بنتي، من فضلك اتفضلي. اتكلم ولا استنى شويه؟ لا اتكلمي زي ما انت عايزه. عيني يا بنت، انا قاعده ومنتظره حضرتك. اتفضلي، احنا سامعينك، انت معانا على الهوا. طيب يا حبيبتي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك، اول مره اتكلم في التلفزيون. على مهلك خالص، وانت نورتينا. الله يرضيك، اتفضلي. يبارك فيكم. انا اول مره اتكلم ومعايا خمس اولاد، ولدين وثلاث بنات. البنات مش راضيين، واحدة مش هنا برا، مش قاعدة في مصر، معاملتها كويسة شوية. واثنين معايا هنا في مصر، واحدة في المنصورة وواحدة معايا في الحلمية. ما بك دول رافعين الكلام معايا، قليل قوي اللي في الحلمية لو ربت على التليفون كمان. يعني انت اللي بتتصلي بيها وهي مش بترد كمان. بيوحشوني يا حبيبتي، بيوحشوني حجني يا حبيبتي. فانا بطلبهم اللي في الحلمية ترد فين، واللي في المنصورة دي برضو ما تردش خالص الا كل يمكن شهرين ثلاثة ترد مرة. وانا مش عارفه انا عملت فيهم ايه. حضرتك مين عايش معاكي؟ طيب معايا، ما انا قاعده مع ربنا، ليا ولدين. اروح اقعد عند ده اسبوع واروح اقعد عند ده اسبوع، لكن نفسانيتهم برضه يقولوا اخواتنا حق معانا يشيلوكي معانا وكده. انا دلوقتي انت عندك كم سنه يا حاجه؟ عندي 87. الله ربي يديك الصحة. سبعة، يعني أنا قربت أقفل المية المية سنة، ولا يعني أنا عندي 78 سنة. 88 والله هو اللي قال لي فكر. 88. ربنا يديك الصحة. وقاعدة في الدور الرابع، ما معيش إلا ربنا. الله. احسن من الكل. عشان كده مره جهت الاسعاف الجيران، لما ترميت في الحمام جت الجيران بالاسعاف وخدوني المستشفى. ودلوقتي انا اتحايل عليهم كل فين وفين، لما الاقي تليفون انا اللي اطلبه يردوا عليا، اترجاهم ما يسيبونيش، بياخدوني او يجوني، مش راضيين. انا عاوزه، انا ما عملت، مش هقول على نفسي ما عملتش حاجه وحشه مع ربنا، وربنا ما مفتكرني بان ما قطع ولادي ولادي اللي قطعني. وانا مش عارفه اتصرف ازاي، الوحده هتموتني يا حبيبتي وبيغمى عليا. ايوه يا حبيبه قلبي، اعمل ايه يا ضنايا؟ اترجيت ناس يجيبوا لي المكالمة، اترجيتهم يجيبوني أكلم حضرتك، أعمل إيه يا ضنايا؟ الله، ده أنا أجيلك أنت وتقولي. والله العظيم إحنا هنجيلك كلنا. هنجيلك إحنا والله. الله يرضيك، إحنا هنجيلك كلنا. نسمع منك الكلام الجميل ده. الله يرضيك ويسترها معاك. ده قفلوا. الله ما يخيب لكم رجع. قفلوا على نفسهم ويصلح لكم أحوالكم. باب رحمة كبير قوي. مانيش عارفه اعمل ايه. حاجه امينه، ادعي لهم. نعم. ادعي لهم بالهدايه يا حاجه. وادعي لنا من عينيا يا حبايب قلبي. تقفوا معايا وتشيلوني. انت اللي تقفي معانا، وانت اللي تدعي لنا وتفكوا كربي، وانت ربنا معاكي. الله ان شاء الله. وهم اللي محتاجينك على فكره، مش انت اللي محتاجاهم. ما بقولوش كده، انت اللي محتاج، هم اللي محتاجينك. لا حول ولا قوه. ده بيقولوا لي ان ربنا اصبري
ما هو ربنا بيعمل يعني بيعمل فيا كده ولا ايه؟ نعم. علشان خاطر انا مش عارف اروح فين. قلت اروح دار المسنين ما قدرت، قلت اروح الجامع اسال في الجوامع فيه كورونا ما حدش يدخلني، اروح لمين؟ خمس اولاد اسين اسى جامد علي. ياه ايه ده؟ ايوه يا حاجة امينة. انت ساكنة فين؟ انا ساكنة في حلمية الزيتون، بس دلوقتي انا عند ابني اللي بقول لحضرتك بقعد عنده طيب. اسبوع طيب. عشر ايام، وانا كمان من بيت ابقى عاوز اغير مثلا افك كربي اروح عند ابني التاني، ما مش عارفة اعملهم ازاي. يا ترى ده غضب من ربنا عليا؟ لا يا وان كنت غضبانه اطلبوا لي من الله يسامحني، وكنت انا غضبانه غضبان عليا ربي، هو كبير وصاحب العفو والمغفره يغفر لي ذنوبي لو انه هو عالم بالذنوب وغيره ما يعلم. طب ما تعيطيش والنبي. لا طبعا ما طايتيش. طيب ما طايتيش. الله يرضيك يا بنتي. طيب يا دنايا انا تحت امرك. احنا اللي تحت امرك وانت على راسنا كلنا، وكلنا هنجيلك. الله يسترها معاكي في الدنيا وفي الاخره. امين يا رب. امين. خلاص يا حبيبتي انا ما بعرفش اتكلم. ما تقفليش، انت كلامك كله جميل، كلامك كله جميل. الله يكرمك. ما تقفليش الخط وخليكي معانا عشان هياخدوا رقم حضرتك وهياخدوا العنوان. والله العظيم انا ما عارفه انطق. والله العظيم ما عارفه انطق. يعني الاول مره يجي للواحد مكالمه زي دي على الهواء يبقى مش عارف يقول ايه، لانه كلام الدنيا كله مش كفايه. يعني ده لو واحد او هي البنت تتصل كل يوم بس تسمع دعوه جميله، وتسمع هي مش طالبه، ده طالبه ان هم يتواصلوا بس بالتليفون. ده كفايه كده. ده وصل الامر ان هم مش بيتواصلوا حتى بالتليفون، كل 3 شهور كل 3 شهور تتصل عليها بالتليفون. ده كفايه لما تسمع منها يا ضنايا، تسمع منها دعوه. والله العظيم ده وجعتني قلبي قوي وحياه ربنا. يعني كفايه الكلام الجميل ده. بس هقول ايه، يعني في احيانا قسوه الانسان بيتعجب منها. قلوب ايه؟ يعني اشد قسوه من يعني الأحضار. هي بتقول هو عقاب من ربنا؟ ده انت والله ده مهما كنت عملتي فيهم أبداً. ايه هو مش عقاب. هو العقاب مش ليكي، ده هو عقاب ليهم هم، مش عقاب ليكي انت. هو ربنا بيعاقبهم عندما يضرب الله، مش بقولك اعظم ما تضرب به القلوب القسوة، اعظم ما شيء يضرب به القلب ان يبقى قاسي. بس ليه؟ لو قاسي بقى هيوصل للمرحلة دي واكتر من كده كمان. تغضب من ربنا. أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، وأرق القلوب هي ما كانت قريبة من الله سبحانه وتعالى. طب. فنسأل الله أن يرقق قلوبنا وقلوب هؤلاء حتى يعرفوا يعني مدى الغضب من الله الذي سيقع عليهم إن لم يحسنوا إلى هذه. أنت يا حاجة ربنا هيكرمك وادعي لهم بالهداية، لأن دعوتك يعني ليس بينها وبين الله حجاب. ادعي لهم بالهداية، ادعي لهم بالعفو وبالمغفرة، وربنا يبارك فيك وما تحتاجيش حد إن شاء الله، تظل كده بعافيتك. وهنقول يعني أنا نفسي والله العظيم ما عارفة أقول حاجة من كتر ما أنا دماغي شغالة في إنه أنتوا إزاي مش مستوعبين قيمة وجودها في الدنيا. ده أنتوا هتحسوا بعذاب ما بعده عذاب لو لا قدر الله هي ما كانتش يوم في الدنيا، وساعتها مش هتعرفوا تعملوا حاجة. وفضلة الشيخ عويضة فكرة إن هي تبقى الشنطة اللي بتشيلها الأم أو الأب من بيت لبيت لبيت عشان خاطر تقعد هنا، ده هي تقعد هنا شوية وما تتحركش من مكانها، وده يجي يقعد معاها شوية وهو أولاده يروح، تاني يقعد معاها شوية ويروح وما يتعبوهاش، يوصل الأمر. طب هي يا ترى وإحنا صغيرين وهم صغيرين كانت بتوديه شوية عند الجيران وشوية للجارة دي وشوية للجارة دي، ولا بيكون في حضنها ما بتسيبوش ابدا؟ ده بتشوف بس الام يعني من الليل ما بتنامش طبعا.
تقوم تبص على ده وتبص على ده وتبص على ده، ما يجيلهاش نوم ان كان كبير ولا صغير. دي الام يبقى خليها وصلها ان هي تمسك شنطتها وتتحرك عن البيت تستنى وتستمطر الرحمه منهم، يعني تستعطف عليهم. ده كلمه وحشوني والله العظيم وجعتني، وانا ما هو ما شفتهاش وما عرفهاش. وحشوني لما ام تقول كده على اولادها، يعني في ايه تاني بقى في الدنيا؟ يعني الانسان بيندم على كل لحظه مرت من عمره لم يكن جالسا بجوار قدم امه. اه والله العظيم كل لحظه. والله العظيم هيعرف القيمه ديت لما يفقدها. صح، هيعرفها لما يفقدها. صح، ويعرفوا العقوبه ديت لان الجزاء من جنس العمل. صح،